هاي everyone hello نيفين كيفك؟ الحمد لله I'm good حضرتك كيف؟ الحمد لله تمام أهلا بشار أهلا أحمد مرحبا هلا هلا كيفكن؟ الحمد لله تمام أنت كيفك شو أخبارك؟ نشكر الله بخير بدي بدي اعزمك انك تغير اتجاهك وتخلي الشباك امامك مو خلفك اول شيء لحتى تشوف وش ربك تمام وثانيا لحتى الضوء يجي على وجهك ونشوفك منور اسلامي نور نوري انا كان عندي دائما هيك آآ آآ شو بسموه شايفني منيح اذا فيكم تخبرونا بالتشات أو فيكم تعملوا أن ميوت كمان يس uh, أوكي yes, okay. نيفين uh, معنا كمان رشيد أحمد م -م. أحمد راما وزيزو الله, زيزو. الله يعافيكم الله يعافيكم بلكي بس إذا بلشتي بإنه كل واحد بس يقول من وين موجود لأنه في موضوع الهاشتاجز بهمنا نعرف وين الكل طبعاً آه بالجلسة عنا هذا الموضوع بالتعارف آه ولهيك عم تأكد أول شيء إذا عم تست... تسمعوا منيح إذا شايفيني منيح لأنه رح تكون اليوم الجلسة فيها كتير تفاعل وأخذ وعطى فبنحاول نحاول هيك قد ما بنقدر كمان بالتشات وكمان بالصوت إذا بتحبوا بالفيديو كمان أهلا وسهلا حسب جودة الإنترنت عندكم أنا حأعمل شير سكرين قولوا لي إذا حتشوفوا يعني بس تشتغل تمام ممكن انا ما اقدر اشوف الشات كمان كل الوقت بس فإذا اذا بدي اطلب منك تساعدني كمان اذا حدا سال شيء على الشات بس خبرني في حال ما شفته شكرا هلا اليوم عملنا هاي الجلسه مشان نتواصل مع بعض نحكي عن شويه اساسات عن تحسين الحمله كيف ممكن تنتشر بشكل اوسع هلا اول شيء بدي اعطيكم تعريف بسيط عني انا اسمي سهى نبهان متطوعه مع في اي بي فند من الاشهر الماضيه للمساعده بتطوير التواصل الاستراتيجي التنسيق الداخلي وإذا أقدر ساعد بالسوشيال ميديا وبالأونلاين الجانب الأونلاين آه، حنبلش بالحمل اليوم بالجلسة بأول آه، شيء أخبركم عن الأهداف تبع الجلسة اليوم بدنا نتواصل بشكل مباشر أكثر ويصير في تفاعل بيناتنا آه آه، كمان مشان نقدر نعرف شو المشاكل بشكل خاص ونعملها بشكل تخصيصي كل شخص شو ممكن نقدر نتساعد لتتطور الحملة بشكل فردي وكمان في قصص عامة في عنا كمان نشارك بعض النصائح شلون ممكن تحسنوا انتشار الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي على الإيميلات وكمان على الجروبات اللي ممكن توصلوا لها بشكل أسرع وكيف ممكن تطوروا الحملة نفسها صفحات الحملات على الويب سايت على الادسيد وكيف ممكن نطور المدونات لانه الحمله والوسائل التواصل الاجتماعي والمدونات فينا نربطهم كلهم مع بعض لنوصل للهدف يلي بدنا اياه يعني يلي هو توصل الحمله لعدد اكبر وان شاء الله تكون تساعدكم على انه توصلوا لدعم اكثر من الاشخاص. حنبلش ب نعطي شويه وقت كم دقيقه تعارف فبدي اطلب منكم هلا كل شخص يخبرنا الاسم وين موجودين حاليا آه شو الفرع او الاختصاص يلي انتم عم تشتغلوا على انه تعملوا كراود فاندنج عليه والحمله حاليا برايكم شو وضعها قديش من امتى بلشت من كم شهر وقديش قربتوا على انه توصلوا للهدف آه يلي انتم حاطينه آه اذا بتحبوا نبلش هحط آه انا اسماء اذا بتحبوا تحبوا اكثر هيك آه رشيد آه رشيد بدر عمري 22 سنة موجود بالأردن حاليا أنا درست دبلوم هندسة وحاليا حابب أني أكمل على الهندسة الفكرة أنه أنا جهزت الحملة أنا حضرت حضرت جلسة الأسبوع مو الماضية اللي قبله وحضرت الحملة بس أنا هلأ بطور لسه القبول أظن و يعني مو متأكد بالضبط شلون بدي أتواصل معكم من ناحية لأني أنا أنا اللي أكثر شيء يعني جهزت عليه هو المقطع الفيديو، وأخذ مني وقت و يعني كنت بدي نصائح مشان المقطع الفيديو، فلسه أنا حملتي ما انطلقت أصلاً. آه فأنا هلا ما بعرف يمكن محتار الجلسة هل هي إنه أنا ممكن آه موجهة للأشخاص اللي ما بلشوا بالحملة ولا لا؟ شكراً. شكراً، منيح أحط هذا السؤال هلا بنرجع له أحمد أبو خروب ما بعرف إذا عم تسمعنا أحمد أنت أحمد الخطيب فيك تبلش كمان تفضل أه اسمي أحمد الخطبة من سوريا عايش حاليا بالأردن درست سنة صيدلة وبدي كمل إن شاء الله بالنسبة للبروفايل اللي عملته حاليا أنا قدمته أخذت في وقت أخذت بعض النصائح يعني وعملته إن شاء الله حاليا زي ما حكى صاحبي في طور القبول يعني إن شاء الله خير شكرا بالتوفيق إن شاء الله أحمد المصري أحمد المصري آه ساكن بالأردن آه ده تخصص هندسة الطاقة حملتي تقريبا صار لها سنة كاملة آه يعني انطلقت شكرا سوري أنا قطع من عندي ثواني بس آخر جملة. في كمان أحمد أبو خروب ما بعرف إذا عم تسمعنا. آه عم بسمعكم، السلام عليكم. تفضل آه وعليكم السلام. آه بس آه أنا بعتذر ما ما كنت فهمان شو السؤال. هو تعارف حالياً مثل ما شايف إذا شايف السلايد تخبرنا اسمك آه وين موجود آه شو الاختصاص نعم نعم. اللي عم تشتغل عليه بالحملة وأنت بلشت الحملة أو إذا أنت بطور البدء. نعم. أنا أحمد أبو خروب، ساكن بمخيم الزعتري، بالأردن طبعاً بدرس لغة إنجليزية بجامعة الزرقاء، وحملت انطلقت تقريبا قبل سنة ونص شكراً آمنة؟ معنا آمنة. آمنة أبو خروب معكم مرحبا انا امنه ابو خروف عايشه بالاردن بمخيم الزعتري بدرس ادب انجليزي سنه اولى انطلقت حملتي من تقريبا من حوالي شهرين يعني أنا بعد من جديد شكرا معنا كمان حنان مرحبا انا حنان سرحان ما حملتي مولت لي سنتين من دراستي وهلا عم بدي جدد الحمل مشان سنتين ثلاثة ورابعة ان شاء الله توفي ان شاء الله خديجة ننتقل لمريم بينما خديجة تعمل الميوت نيفين مرحبا أنا نيفين عطواني سكني حاليا ببيلاروس بدرس جنرال ميديسن هيدي رابع سنة وبلشت ماي كامبين من ثلاث اشهر والحمد لله صرت تقريبا مجمعه ثلثين المبلغ حلو يعطيك العافيه الله يعافيك حنان ومريم ما بعرف اذا حدا منكم بيقدر يشارك اذا في مشكله بالاتصال او شيء بنقدر نسالكم بعدين في عبيده مرحبا أنا عبيد عبيد الجراح عمري 19 ساكن حاليا بالأردن بدي أدرس هندسة البرمجيات بالنسبة للحملة لسه ما بدأت لا مشتغل عليها تمام يعطيك العافية عمر السلام عليكم ورحمة الله عمر الشلح من اليمن مقيم حاليا في الأردن تخصصت في السابق علوم سياسيه اداره عامه وقبلها توجيه انشاد ولم نبدا حملتنا بعد. الله راما بس راما شو لو سمحتي؟ راما عم تطلب منك نقاط التعارف انه اسمك البلد اللي انت فيها والفرع اللي بدك تدرسيه تفضلي. الصوت بيطول ليوصل لعندها بظن حسب ما كتب هاي ورود هلا آه خديجه ورود و آه يمكن في زيزو عندهم الانترنت شوي ضعيف يمكن اذا كملنا هلا في خديجة كأنه شغلت الفيديو تفضلي مرحبا جميعا انا اسمي خديجة العليان حاليا موجودة بلبنان عم بدرس بيولوجي حاقدم على الطب والحملة تبعي عم بشتغل عليها يعطيك على العافية هلا احنا اخذنا شوي وقت في ورود و يمكن مريم وخديجه بعرف النت عندكم شوي ضعيف اخذنا هذا الوقت شوي للتعارف لانه لنعرف نحن باي مرحله انتم حاليا منيحه معناته في عندنا نسبه منيحه من اللي موجودين حاليا عندهم هلا بداوا بالحمله او عم ياسسوا للحمله فبظن انه التوقيت مناسب لكم انه نحكي ونتفاعل بهذا الموضوع الجلسه حاليا عن بعد ما تاسسوا الحمله كمان ممكن تتأسسوا للحملة الحملة بتفيد الجهتين yeah. طبعا يا yeah. بما انه انتم هلا عم تبداوا بالحمله فهذا الموضوع حيكون مساعد لكم مشان تعرفوا كيف تفكروا انتم عم تكتبوا الحمله شلون تدفشوها ان شاء الله لتكون بشكل فعال بالفترات الجايه أم بخلال هاي الجلسة امتى ما بدكم فيكم تكتبوا على التشات اذا حدا عنده سؤال او ترفعوا ايدكم خبروني مشان اوقف اذا حكيت شيء سريع حنبدا ب ممكن اول نصائح لتحسين انتشار الحملة بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي انه نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فعال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ممكن يساعدكم لتطوير الحملة ووصولها لأشخاص كثير كما ممكن يساعدكم لتوصلوا لأشخاص داعمين بشكل مباشر وفعال شلون ممكن نعمل هذا الشيء؟ هاي بعض النصائح ونحن ممكن نتفاعل كمان مع بعض إذا حدا عنده أفكار تانية إذا حدا عنده شغلات جربها كمان وزبطت بشكل فعال ممكن تشاركونا تجربة هلا اول شيء اللي هو من خلال البوستات يعني انتم بتنشروا على وسائل التواصل الاجتماعي اللي انتم فعالين عليها بشكل دوري سواء كان على الفيسبوك على الانستغرام على لينكد ان على التويتر لازم يكون في شيء لازم تكونوا دائما بذهنكم انه تضلوا تشاركوا حملاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الشيء ممكن يبين شوي بديهي بس هو يعني ما كتير فعال ضمن كتير كثير عدد بوستات لاترك لا لكم مجال انتم كمان تحاولوا تجربوا حسب الجمهور الموجود عندكم بس بشكل اسبوعي على الاقل مرتين لازم تحاولوا انه تنشروا الحملات تبعكم بشكل دوري مستمر. كيف ممكن نكتب بوستات فعاله وانتراكتيف مع مع الجمهور؟ لما نكتب البوستات فيكم تفكروا بكتير تفاصيل، ممكن تاخذوا جمل من اللي كتبتوهن على الحمله يعني انتم كتبتوا اذا بتشوفوا الحملات الموجوده على ايتسيد دائما في جمل بتكون جذابه انه انت ليش هذا الشخص لازم يساعدك؟ شو رح تغير بالمجتمع المحيط فيك؟ او شو ممكن يساعد دعمه لهي الحمله للشخص بالمكان المحيط او بالمستقبل لبناء المستقبل؟ ممكن كمان تشاركوا يوميات هذا الشيء ما موجود بصفحة اتسيد بس أنت مثلا ممكن تفكر شيء بسيط بس هو ممكن يجذب الشخص اللي عم يقرأ أنه أنت الشخص أو الصبية شباب عم تتفاعلوا أو متطوعين بشغلات معينة أو صار معكم تفصيل معين خلال الأيام ممكن تشاركوا بوستات تحكوا فيها عن هاي المستجدات اللي عم تصير معكم يعني أنا اليوم طلعت بالمخيم ساعدت مع مجموعة من الطلاب لتدريب على اللغة الإنجليزية مثلا حتى لو كان هذا الشيء مو من اختصاصكم بس هذا بيظهر إنه الشخص عنده تفاعل مع المجتمع المحيط فيه وعم يحاول يعمل تغيير فممكن الأشخاص يهتموا بتقديم دعم لهيك نوع من الأفراد بتمنى تكون واضحة الفكرة ممكن يكون شيء مستجد بالمحيط حواليكم مو يوميات يعني نحن اليوم كان طقس مطر كتير مثلا كان صعب انه انت تطلع او انت الصبية تطلع ومع هيك قدرتوا ضمن ظروف معينة يعني انه تنتقلوا تاخذوا صف معين يعني انتوا عم تحاولوا ضمن كل الظروف انه انتوا تكملوا تعليمكم ممكن يكون شيء له علاقة بأخبار ومستجدة بالمحيط معكم يعني قانون جديد صار تفصيل معين بالمجتمع نشاط معين صار بالمحيط حواليكم في تفاصيل كثير ما أنا مرتبطة بس بالحملة نفسها أو بالمحتوى اللي كاتبينه بالحملة فما تستخفوا بالتفصيلات اليومية يعني كيف ممكن تشوفوا بوستات الناس بتكتب على السوشيال ميديا لتفرغ أو تحكي عن شغلات معينة إذا بتستغلوا هذا المكان ليكون دايما مركز على الحملات تبعكم ممكن يوصل دعم أكثر وتواصل وفي بعض البوستات إذا لقيناها إنها يعني عم تنكتب بشكل مشغول عليه منيح كمان صفحات الاد سيد وفي اي بي فند ممكن ينشروا لكم ياه. يعني انتم ممكن تنشروا على صفحاتكم ونحن بنتابع هاي الصفحات كمان وبنشوف اذا في بوستات معينه يعني ممكن كمان ننشرها ونساعدكم لتوصلوا لجمهور اكثر لازم يكون في تفكير من ناحيه صفحاتكم انتم ونحن يعني من الجهتين من جهه اد ومن جهه في اي بي فند ومن جهتكم انتم سواء كان الجمهور اللي انتم عندكم اياه كمان اد سيد وفي <applause> اي بي فند الجمهور الكبير الموجود ممكن نتساعد دعمه. اذا كان عن جد عم يشتغل بشكل فعال وعم بيحاول انه يطور هاي الحملات استخدام الهاشتاجات الهاشتاج هو كثير مهم كمان انه تضيفوا هاشتاجات للبوستات رح نحكي بوحده رح نوقف عند الهاشتاجات بشكل مفصل اكثر ممكن كمان تلاقوا مجموعات جروبس يعني على سواء كان على الفيسبوك على التويتر ممكن تلاقوا مجموعات معينه مرتبطه بالموضوع تبع الحمله او مرتبطه بالمكان يعني ممكن تلاقوا جروبات إلى على بطلاب جامعه معينه او اشخاص موجودين بمنطقه اللي انتم ساكنين فيها. هاي الجروبات وفيكم كمان تنشروا عليها روابط الحملة وبوستات بتشجع الناس اللي موجودين بالمحيط حواليكم انهم يشاركوكم ما ضروري بس بالمحيط ممكن اشخاص بيهتموا بمواضيع معينة سواء كان بهندسة الطاقة بالصيدلة بالادب الانجليزي يعني ممكن تلاقوا جروبات مخصصة لمواضيع مخصصة لمكان ممكن احيانا جنسيات معينه بتحاول تضل عم تتواصل ضمن جروبات معينه. أه هاي المجموعات كمان اذا بتفكروا تحاولوا تشاركوها على مجم... على السلاك يعني اذا حدا انتم موجودين حاليا بزعتري او بالاردن سمعت كثير اشخاص من اللي حكوا موجودين بالاردن. فاذا لقيتوا ممكن تساعد غيركم من الطلاب أه بكون كثير حلو انه تشاركون على السلاك. يعني تشاركوا الطلاب آخر آه هاي المجموعات خبروني إذا آه في مشكلة بالصوت أو الصورة ثالث شغلة حلو شكرا بشار <مش> ثالث <applause> شغلة اللي هي تابعوا صفحات ادسيد وفي اي بي فند يعني آه نحن على صفحات في عندنا صفحات على الـ فيسبوك، على الانستغرام على التويتر على لينكد ان خاصين بفي اي بي فند واد اذا ممكن بشار تحط الروابط تبعهم على الشات اذا في حدا ما عنده اياهم شو هاي الصفحات مهم انه تتابعوها يعني لانه نحن اصلا عم نذكر عم نذكركم عم نذكر الحملات وعم نذكر الاشخاص بشكل مستمر على هاي الصفحات لنساعد دعم الحملات انتم لما تشوفوا بوست معين سواء كان لحملتكم او لطلاب ثانيين ممكن تشاركون كمان على صفحاتكم ممكن تعملوا تاج يعني تعليق تذكروا فيه شخص بالتعليقات ليشوفوا هذا البوست لتنشروه بشكل اكثر ممكن تشاركوه مع مؤسسات معينه لانه لما يشوفوا انه في مؤسسه مخصصه مثل ادسيد وفي اي بي فند عم يحكوا عن هاي الحملات فبيشوفوا انه الحمله بشكل موثوق فبدعموكم أكتر رابع نصيحة بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي إنه ترسلوا بشكل شهري ثلاث لأربع إيميلات استخدام الإيميل كمان لحتى تشاركوا لقوائم اللي موجودة عندكم من الإيميلات الإيميل مهم لأنه الأشخاص أحياناً تأخذ فعل أكثر جدي تأخذ الموضوع بشكل جدي أكثر لما يوصل بإيميل من انه تكون على وسائل التواصل الاجتماعي في حد عنده اي سؤال حاليا؟ بالنسبة للإيميلات إيميلات هو مكتوب في مشاركة قائمة الإيميلات مع فريق في اي بي فند هن أصلا الإيميلات في جهة معينة نبلش نرسل إلها كبداية في تفكروا بنقط الشخصية أول شيء معارفكم طبعا وممكن تفكروا بمؤسسات يعني بتخيل يعني أشخاص قصدي بيشتغلوا بمؤسسات هدول ممكن يدعموا بدك نحاول نفكر إنه مين هن الأشخاص القادرين على دعم حملاتنا و... ونحاول كمان نخبر إنه الدعم البسيط أي دعم هو مساعدة يعني مو ضروري لما يشوفوا الأشخاص إنه أنا يمكن وضعي أبسط ما بقدر أساعد كتير أم... يعني انت ممكن لما تسوق انه للفكره انه انت اي دولار بيدعم هاي الحمله بيساعدك انك توصل ل... بيساعدك انك تكمل تعليم فما يفكر الشخص بمسؤوليه ضخمه ممكن يكون اصدقاء عائلات من من اصدقاء العائله ممكن مؤسسات وكمان راما ما بعرف اذا عندك نصيحه عن او جواب ثاني يعني تمام هلا نحن عندنا قائمه بالايميلات اللي بنبعث لهم الحملات لما تنطلق اه شيء حوالي 11 اه 12000 من الناس اللي من معارفنا وهدول الناس بيتجاوبوا مع الحملات تبعنا بس كمان في يعني التزام شخصي من كل طالب عم بيقدم انه هو يبعت ايميلات للناس الاشخاص مثل ما ذكرت سهى عائله اصحاب مدرسين بالجامعه اشخاص اشتغلتوا معهم لانه هدول اولا عم بيساعدوا بدعم الحملات وتانياً عم بيوصلوهم لناس خارج عن النطاق اللي نحن هلا بنتعامل معه وكثير منهم بلاقوا تفاعل يعني بشار له يمكن 20% من الدعم المادي عن طريق معارفه هو وفي ناس اللي اللي ما بتقدر تدعم ماديا بس انت بالايميل بتكون طالب منهم انه يشاركوا الحمله تبعك مع معارفهم بس عم بيتزايد انتشار الحملات والمعرفه بالموقع و وهذا له يعني شو بسموه اثر مض... تضاعفي ومضاعف لل ل ل, ل... عم بيصير في دعم ل... يعني ل... ل... هلا إش... إش... النقطه الاخيره انه الناس اللي اللي عم بيشوفوا الحمله في ناس مثلا عم بي... عم يعجبوا فيها بحطوا انه هن اعجبوا بالحمله في ناس عم بيدفعوا لها في ناس عم بتطوعوا ليساعدوا بطرق تانية وبعدين كله بصير يجي إشعارات بالتجديدات اللي عم بتحطوها كونه أنتو الحملات يعني لمدة ثلاث سنين مرات أربع سنين لأنه في في فترة هذا بيميزنا عن المواقع التانية اللي بتعمل التمويل الجماعي أنه في تواصل دائم لسنوات مو بس حملة ست أسابيع وبعدين ترجع بتعملها من أول وجديد فكمان بساعد أنه هالناس اللي أنتو عم تعطوهم ال... الايميلز بضلوا على معرفه شو عم بصير معكم بعض الشباب ساعدوهم الناس اللي تواصلوا معهم انه اوكي انا بلاقي لك وظيفه بسوق العمل في صبيه هلا من جديد واحد من زملاء ابوها تبرع لها بكل المبلغ للجامعه يعني في لها كثير اثار ايجابيه شكرا لك عفوا أه وعفوا بس, بس أه عفوا آسفة أه بس النص يعني نحن راح نبعث لكم النص تعتمدوا عليه وممكن تطوروه مثل ما أنتم بدكم بس هو بيساعدكم بالبداية شكرا صح. شكرا هنحكي كمان شوي عن الهاشتاجات والإيميل شوي بشكل مفصل بتخيل إنه في عندنا فكرة عن شو هو الهاشتاج بس يعني حبيت انه نحكي شوي بتفصيل عنه بما انه هو بيساعد لانه توصل وهدفنا انتشار فالهاشتاج بيساعد انه توصلوا لانتشار اكبر فالهاشتاج او الوسم بوسائل التواصل الاجتماعي بيساعدنا او بيساعد الاشخاص انه بيساعدنا على تصنيف المحتوى تبع المنشور بيساعد على تعزيز النشر والوعي عن موضوع معين بحالتنا هي تعزيز الانتشار وزياده المشاركات والتفاعل بين جمهور محدد يلي هي اكثر نقطه ممكن تساعدكم انتم بالحملات كيف ممكن نحن نضيف هاشتاج للبوستات اللي عم ننشرها؟ آه لما بدك تكتب بوست بالعربي او تكتبي بوست بالعربي بتعمل آه الاشاره تبع الهاشتاج بتضيفها على المنشور آه بتحط بعدها كلمه آه بتعبر عن الموضوع المعين هاي الكلمه ممكن تكون آه الى علاقه بالاختصاص يلي انتم عم تدرسوا الى علاقه بالمكان آه الى علاقه بحدث معين وفكروا باكثر من كلمه يعني مو بس كلمه واحده يعني مثلا هندسه ممكن يكون بعدين هندسه طاقه ممكن يكون كمان دراسه جامعه تعل تعلم تطوير يعني في كتير كلمات مرادفات ممكن تساعدكم ان تستخدموا اكثر من هاشتاج من مهم انه ما تستخدموا مسافات اذا بدك تعمل هاشتاج واحد اذا كان اكثر من كلمه مثل مثلا هندسه طاقه بتعمل هاشتاج هندسه بعدين اندرسكور هي الاشاره بعدين طاقه لحتى يكون نفسه الهاشتاج الواحد ممكن انه تضيفوا ويساعد انه تضيفوا اكثر من هاشتاج بتغريده واحده او ببوست واحد بس ما تستخدموا كثير هاشتاجات بالشكل كمان يعني اكثر من 20 هاشتاج مثلا يفضل 10 ل 15 هاشتاج ماكسيموم يعني هذا بيكون اوريدي كثير هاشتاجات بس يعني ما ضروري واحد او اثنين فكروا باكثر من واحد وممكن تفكروا كمان بحدث معين يعني مثلا يوم اللاجئ العالمي ممكن يكون في هاشتاج الناس لما يكون في هاشتاج معين الناس كثير عم تستخدمه ممكن تستغلوا هذه الفرصه وتستخدموا هذا الهاشتاج المنتشر وتضيفوه على البوست حتى لو هو احيانا ما انه مرتبط بشكل مباشر بالبوست اللي انتم عم تكتبوه ممكن تضيفوا الهاشتاج ضمن النص يعني إذا أنت عم تكتب نص وعم تقول أنا طالب هندسة بتعمل هاشتاج أو إنه طالب انجليزي ممكن تعمل هاشتاج ضمن الجملة وممكن بآخر الجملة تضيفوا البقايا بآخر بعد ما تخلصوا البوست وتحطوا الرابط ممكن تضيفوا آخر الهاشتاجات اللي ممكن تكون لها علاقة أو مرتبطة بالموضوع هل حدا عنده أي سؤال عن الهاشتاجات أو بحب مشاركة بشار رافع إيده تفضل آه عندي اضافه آه للهاشتاجات يعني مع الإضاءة مع الهاشتاجات اللي بيحطوها مثلا انا بدرس هندسه حاط مثلا آه آه كلمه هندسه كهاشتاج، ممكن كمان اسم البلد اللي هو فيه، مثلا شخص مقيم بكندا انا شفت ببين عنده مثلا الشخص كم عليه تفاعل هذا الهاشتاج ممكن يكون 100 مليون مثلا هاشتاج امريكا بتلاقي عليه مئات الملايين العالم حاطه، فبيجي اقبال عليه كثير كمان على تويتر ممكن يشوفوا الترند كل يوم في ترند جديد فممكن الشخص يستغل هاي الفرصه ويشوف الترند المنتشر بالسعوديه او بالكويت او بالبلد اللي هو فيه يضيفه كاضافه ضمن الهاشتاج صحيح شكرا مشار على تويتر بتقدروا بسهوله هو الهاشتاج بدا من التويتر لهيك كمان في في وضوح اكثر وانتشار على التويتر للهاشتاجات بس كمان على الفيسبوك ممكن يساعدكم في مواقع معينة أحياناً ببساطة بجوجل ممكن تكتبوا أنه مثلاً أكثر الهاشتاجات انتشاراً اليوم بساعدكم انه تعرفوا شو هي المواضيع الموجوده اذا بتحبوا توصلوا لهالتفصيل كمان استخدموا سلاك اللي الشبكه اللي احنا عم نستخدمها اذا بتحبوا لا مشاركه هاشتاجات معين يعني ممكن اذا لقيتوا مثلا هذا الاسبوع في موضوع معين منتشر كثير الهاشتاج تبعه فيكم تشاركوه مع الطلاب الثانيين تفاعلنا مع بعض لنساعد بعض بالحملات كثير بهم لحتى نقدر كمان يعني انت تطوري الحملة او تطوري الحملة وكمان تساعد الطلاب التانيين في حال بدهم مساعدة بهذا الموضوع حنحكي عن الايميل شوي بشكل ما حنطول كتير لانه حكينا عنه بس بشكل مفصل اكتر شوي انه ليش نحن ممكن نبعت ايميلات كمان بالاضافة للسوشيال ميديا والجروبات لانه مثل ما حكينا الايميل بياخذوا الاشخاص فعل جدي اكثر ممكن توصلوا لنتيجة أسرع أحيانا يعني ممكن إذا وصلتوا مثل ما حكيت راما مثلا لشخص واحد أو شخ... أحيانا ممكن تبعتوا عشرين إيميل ثلاثين إيميل بس شخص معين أو ثلاث أشخاص ممكن يساعدوكم بدفش الحملة بشكل سريع ممكن الهدف منه هو تذكير الأشخاص بالحملة اللي أنتم عم تشتغلوا عليها وتشاركوهم بمستجدات معينه يعني اذا صار تغيير معين مثل في صبيه مثلا خلصت اول فتره اول سنتين ونص وهلا بدها تكمل ممكن ترجع تذكرون انه انا هلا رح ابدا حمله جديده او في حال مثلا قطعتوا النصف او او قسم معين من من الهدف اللي أنتوا واصلينه بالحمله فيكم تذكروا هذا الشيء انه انا رح اوصل لهدفي بدي دعم بسيط لاوصل مثلا هذا الشيء ممكن يساعدهم كمان التفاعل اكثر البنية أنا حكيت شيء بسيط هون بس فيكم آه كمان تضيفوا إله آه أنه نحن نبلش بمقدمة بسيطة واضحة أنه مين أنت مين الشخص اللي عم يتواصل آه آه ليش آه لازم هن يعني تشدوا انتباه القارئ لإلكم تركزوا على موضوع معين بالحملة يعني ما تكتبوا بس أنه أنا اسمي فلان موجود بالمكان الفلاني وهي حملتي يفضل انه تفكروا بمركز معين ممكن يجذب انتباه الاشخاص، سواء إن كان مكان وجودكم، الاختصاص اللي حابين تدرسوه مثل ما حكينا مثلا انه باقي لكم مبلغ بسيط لتوصلوا للحمله، احيانا حدث معين صاير معكم ممكن يجذب الانتباه. ليش هذا الشخص ممكن يهتم انه يساعدكم بالحمله، وطبعا رابط الحمله مع طلب واضح، يعني اطلبوا منهم طلب واضح بالايميل، قولوا سواء كان مثل ما حكينا مثل احيانا التفاعل مع الحمله ممكن يساعد التبرع هو اكثر هدف ممكن تسعوا بس كمان مشاركه الحمله بيساعد التفاعل مع على وسائل التواصل الاجتماعي او على الموقع بيساعد فكمان ممكن تعطون مهمه معينه اذا الشخص مو قادر يتبرع ممكن يشاركه مع خمس اشخاص تانيين واحد منهم ممكن يتبرع فحاولوا كمان توضحوا هذا الطلب بشكل واضح انا كتبت العمليه كيف ممكن تتم بشكل بسيط بس كمان ممكن طبعا نتشارك افكار ثانيه انه بس تكتبوا الايميل ممكن تشاركوه مع المشرف او المشرفه او ممكن اذا حدا عنده شك او استشاره حابب يشاركها كمان على السلاك ممكن تساعد قبل ما تساعدوا للايميل فدائما المرحله الثانيه هي برايي انه تكون كثير مهمه انه انتم اسالوا واستشيروا الناس المحيطه حواليكم والناس الموجوده بإدسيد في اي بي يعني استغلوا الشبكه الموجوده حاليا يلي جاهزه انه تدعمكم وتساعدكم باي خطوه من هاي الخطوات حدا عنده اي سؤال على الايميل انا بس بدي اوقف هون واسال انه هل ما حدا عم بيتفاعل لانه مو سامعين ولا كل شيء فهمانينه ولا كل شيء غريب عليكم؟ يعني كل ايه شيء ايه تمام كل شيء تمام لك رشيد شكرا اه باقي الشباب والشابات يعني اذا كله واضح وبديهي اوكي طيب بس, بس ممكن اسال شو المانع انه هالشغلات تعملوها لانه انا لهلا من الشباب والشابات اللي معنا كتير قليل منكم التفاعل على السوشيال ميديا كثير قليل بالايميل فشو اللي, اللي واقف بطريقكم لتطبقوا هالامور؟ جاوب فيني جاوب؟ ايه تفضل رشيد مبدئيا مثل ما حكيت لكم انا لسه مو عارفان انه هل قبل مقطع الحمله تبعي ولا لسه فانا والله مستني ويمكن ما بعرف هلا يعني لحد يمكن انت آه عفوا عم بقطعك رشيد عفوا بس انت وضعك مميز لانه انت لسه ما بلشت فانا مقدره انه نحن لازم نحن يعني نحن لازم نتجاوب معك لنفعل حملتك بس انا سؤالي للمجموعه اللي عندها حملات وما عملت شيء من هالشيء اللي عم نذكره فهذا الشيء اللي بدي اعرف منهم انه شو المانع انه انتم تعملوا هالشغلات اللي ذكرتها سهى بما انه واضحه بالنسبه لكم آه وخليني مثلا آه اسال آه مين عندنا هون من حنان مثلا انت عندك حملة وصار لك فترة معنا بس لهلا ما شفنا ولا شيء من هلا ال... انا كنت فاك... فترة على السوشيال ميديا كنت مشغولة في فترة الدراسة بس بالنسبة للايميلات الاشخاص يعني اللي ما عندي اشخاص اني اوصلها بالايميل يعني غير حضرتكم والاشخاص اللي بعرفهم بتواصل معنا على الواتساب مشان هيك او بيشوفوا ما شاء ما بنزله على الفيسبوك او الانستغرام تمام فهلا هو كمان بتقدري انت تشاركي الحمله تبعك على الواتساب لانه في رابط لكل حمله ممكن انه تاخديها من الحمله وتضيفيها وتبعتيها على الواتساب في يعني نورجيكم نموذج هلا و هي اول نقطه النقطه الثانيه يعني على الاقل يمكن عندك شيء خمسه او عشر اساتذه بالجامعه و... و... وناس بتتعاملي معهم بالجامعه، ما بيعطوكم الايميلز؟ ما ب... ما بيقولوا لكم انه ما بتتعاونوا معهم على الايميل؟ آه، هلا هم بيعطونا الايميل بس لامور الجامعه ممنوع تتواصل معهم بشكل شخصي برا مثلا حتى اذا بدك تسالي سؤال جامعه في شيء اسمه ادفانسر هو اللي عن طريقه هو بيوصل للاساتذه، اما نحن بشكل مباشر ما وصلنا تمام فيمكن لازم تسالي الادفايزر انه اذا هذا ممكن شيء تدعمه بعض الجامعات لانه مثلا شباب الزعتري الجامعه تبعهم عم تدعم الحملات تبعهم وعم بتورجي عم بتورجيها عم بتشارك فيها بموقع المؤسسه وغيره فالجامعه عفوا فعن فيعني هذا الشيء الجامعات عم يهتموا فيه لانه كمان بتساعد مو بس انت بتساعد طلابهم الثانيين وعدم الاخذ ما عم حضرتك بس اذا بتذكر انا خبرتهم انه الجامعه لما شافونا عم تصور وصار عندهم صعوبة يعني الامر عجبهم ممكن اني انا اتواصل مع الادفايزر تمام كثير منيح يسلم وشكرا حنان في كان حدا تاني عنده سؤال رافع ايده ولا لا؟ آه. انا كنت أوكي. بس آه مس راما بالنسبة يمكن اللي عم نلاقي مشكلة فيه إنه محيط الأشخاص اللي اللي بنعرفهم آه مش من الأشخاص القادرين يعطوا دونيشن، يعني أنا جربت مع كذا حدا وإنه ما لقيت نتيجة. بالنسبة لموضوع الجامعة، مثلاً مثل هون بالبلد هون مطرح ما أنا بدرس، الأساتذة والبروفيسورز يعني تخيلي المدخول تاعهم 200 دولار بالشهر، فأنا وقت أطلب منهم. مثل ما إلي عين يعني عندهم بيت وعيلة وهيك ومدخولهم 200 دولار ف... فتلاقيها صعبه شوي كمان تمام فانا انا ذكرت من قبل ورجعت عادتها سهى وبدي ضل ركز و... 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 انه الطلب ليس فقط مادي إنتي عم تطلبي دعم معنوي انه يا جماعه بس شاركوا الحمله تبعي للمعرفه لحتى الناس يعرفوا هويتي لحتى الناس يعرفوا هويه الموقع لانه فكروا فيها مثل كيف بنتشر الوباء او كيف انتشر الوباء بالعالم يعني من شخص لشخص لشخص كل شخص بيجيله الوباء ممكن انه ينشره لعشره حوله هذا الشيء كثير بساعد الموقع انه يرفع من شان الموقع ويصيروا ناس أكتر يشوفوه بيقدروا يدعموه يعني إذا هذا الموقع الآن عم بيزوروه ألف شخص وأنتو رحتوا بعتوا للناس اللي بتعرفوهم كل واحد منكم بعت لعشرين شخص هاي عشرين ضرب ستة عشر عنا اليوم على المكالمة معناها وصل ل 320 شخص إذا من هال 320 شخص كل واحد بعته لخمس أشخاص هاي 320 ضرب خمسة، هي 1600 شخص وصل لهم الموقع. لما جوجل محركات البحث مثل جوجل وغيرها بيصيروا يشوفوا انه هذا الموقع عليه اجر حتى لو ما حدا عم بيتبرع. بصير يورجي هالموقع لناس اكثر من اللي ممكن يكونوا قابلين للتبرع. يعني هي العملية ليست فقط انه انت تطلب من الناس اللي حواليك مصاري، عم تطلب منهم يجوا يشوفوا عم تطلب منهم يجوا يحطوا هذا القلب على الكامبين تبعكم وعم تطلبوا منهم انه حطوا رابط هالحملة عندكم على فيسبوك بس لحتى ينتشر سمعة هالموقع مثل نحن عنا ب... لما بتكون بالشام او ب... بفلسطين صبيه عمرها 16 17 سنه بصير يطلع لها صيت انه اه بنت فلان آه حلوه ذكيه كذا لحتى يصيروا ناس يعرفوا عنا للزواج لما بصيروا بدهم يزوجوا الناس ببعض هي نفس الشيء انه بس عم بتعرفوا الناس بالموقع ما عم تطلبوا منهم مصاري يعني يلي بيقدر أنا صياغه الايميل دائما بتقول يلي بيقدر يدفع يلي ما بيقدر يشارك يلي ما بيقدر بس يزور الموقع ويحط انه انا حبيت هالحملة هال... هال... الحملة و... واضحة هاي الصورة؟ واضح شكرا مسترامة العفو وللكل يا جماعة يعني ضلوا تذكروا انه انتوا عندكن قدرة القدرة اليوم انتوا عم تتبرعوا فيها ببلاش لفيسبوك لما بتاخذوا خبر وبتنشروه لناس تانيين ان كان نعوه ولا ان كان زواجه ولا ان كان حدا نشر نكته انتم فعليا عم تتبرعوا بوقتكم لفيسبوك فليش ما انتم تتبرعوا بوقتكم الكم ولزملائكم اللي عم ينشروا كامبينز بانه تعززوا هالكامبين بس 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 تبعتوه من حدا لحدا وبصير على الواتساب وبصير على كل كل مواقع مواقع التواصل الاجتماعي بدي بشار سوري بشار عندك شيء تضيفه رافع ايدك عندي انه آم آم انا نشرت حملتي ما طلبت منهم مثلا راسيا يدخلوا يتبرعوا لي حكيت لل... للاشخاص اللي ساعدوني اذا ممكن تشاركها عندك او تساعدني في منهم ما طلبوا صراحه يساعدوني حكيت لهم يشاركوها دخلوا عليها وبنفس الوقت يتبرعوا لي خلال يوم واحد وصلني تبرعات ألف دولار تقريبا خلال ساعات فقط يعني وصلني هالمبلغ طريق شاركت شاركوا لي على مواقع التواصل طالبة حتى بالجامعة بالبرازيل بعرفها في صداقة بيناتنا أول مرة تبرعت لي ثاني مرة تبرعت للموقع ما دفعت لي إلي حكي راح على للموقع لأنه عجبها الموقع من فترة نفس الشيء بنت ببريطانيا بتراسلني عاملة حملة على جو مي اسمها ليتس سيف واتر مي فطلبت مني حكت لي اذا ممكن تشاركها أو تتبرع إذا عندك قدرة. عجبتني الحملة وشاركت لها إياها ما تبرعت بس إنه في أشخاص مهتمين إجاها إعجابات وحاليا يعني الجمهور اللي عندي من الأشخاص اللي تبرعوا لي كل ما أنزل مدونة يا ببعث لهم إياها يا ما بشاركها عندي وفي تفاعل كثير كبير بلاقي منهم خصوصا إنه على الفيسبوك أو التويتر. شكرا مشاركة تماما هي هي الفكرة إنه اللي إحنا بنحاول نركز عليها اليوم كمان بالاتصال بالجلسة انه ما تفكروا بس باشخاص قادرين يتبرعوا لما حكينا كمان مجموعات المجموعات كمان كتير بتساعد يلي هي خارج دائرة المعارف المجموعات اللي جربوا تلاقوا مجموعات على الفيسبوك على التويتر يعني كتير في على التليجرام في كتير مجموعات ممكن أنتم بس لما تبعتوا الرابط ويفوتوا ويتصفحوا ويشوفوا سواء كان يتفاعلوا مع الحملة او ينشروها فما تستقلوا ب بي... 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 انه أنتم تستغلوا وقت ممكن تعملوه بشكل منظم يعني انتم ممكن كل يوم نص ساعه من وقتكم نص ساعه من وقتكم هو تفوتوا على وسائل التواصل الاجتماعي نفس الوقت اللي نحن ممكن نقضيه عم نعمل سكرول ونشوف الابديتات من الاشخاص ونشوف البوستات بس اعملوه بشكل فعال يعني اصرفوا نص ساعه كل نهار على الاقل يعني بلشوا بنص ساعه ممكن يكون اكثر لانه قد ما بتستثمروا بهي الشيء ممكن تكبر الحمله وتوصل لاشخاص مثل طابة الثلج يعني ما بتعرفوا شلون ومن وين ممكن يجيكم الدعم لا تفكروا به بس الأشخاص اللي حواليكم وقديش قدرتهم على دعمكم أحيانا شخص واحد ممكن هو يغطي الحملة يعني توصلوا لشخص يهتم هالقد بالحملة وبدها شغل هاي الفكرة من اللي نحن عم نحاول نحكيه بهاي الجلسة الموضوع بده نحن ممكن نساعدكم بكتير وسائل بالكتابة بالنصائح بالاستشارات بس بدها تفاعل وشغل من جهتكم بشكل جدي مو بس حطيتوا الحملة على الموقع وخلص يعني لازم يكون في شكل يومي أسبوعي تفاعل وتطوير بشكل مستمر حنمشي هلأ شوي وحن هاي البرزنتيشن كمان ممكن نبعثها بالإيميل راما آه... صح ممكن نبعث إياها بالإيميل وممكن نحاول كمان نخلي بعد هاي الجلسات كمان تذكروا إنه ما تكون جلسة بس خلص صارت لازم يكون في بعدها ردة فعل فحنحكي عنه بعد شوي آه تاني شي بدنا نحكي عنه غير وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي صفحات الحملات نفسها على الموقع آه هلا في اشخاص هلا بلشوا بحملاتهم وفي اشخاص من قبل آه سمعت في صبيه مثلا آه كانت انه كان عندها حمله وهلا رح ترجع تكمل لازم الحمله نفسها على الموقع لانه أنتو كاشخاص يعني الحلو وال بي اتسيد وفي اي بي فند انه انت هذا ما بس موقع لحتى تجمع تبرعات اتسيد بت بت تعمل مجال انه انتم تحضروا جلسات تتواصلوا مع اشخاص، بتعمل تواصل، بتعمل شبكه معارف، فلازم تفكروا شلون تستغلوا هذا الشيء بشكل دائم، ودائما ارجعوا للحمله تبعكم، يعني انت كل الاشخاص بيتطوروا وبيتعلموا، فانت كل ما تطورت وتعلمت مو معقول انه انه يعني انا شفت بعض الحملات بصراحه صار لهم سنه ونص مثلا او سنتين اكيد انت من سنتين غير هلا، فكيف الحمله انت الحكي اللي حكيته من سنتين لازم يكون تغير هلا شوي انت تغيرت او الصبيه تغيرت الافكار اللي بدكم تطرحوها تغيرت فلازم تتذكروا انه الحمله اللي على الموقع لازم تتطور مع تطوركم يعني ممكن تراجعوا هلا انا حطيت بعض النصائح برايي على الاقل لازم مره كل شهر ترجعوا تفتحوا لانه هي حملتكم هي الدراسه العلاقة بالمستقبل فلازم نرجع على الاقل مره كل شهر نرجع نقرا المحتوى، هل هذا هو المحتوى اللي انا بعبر عني؟ هل هذا هو المحتوى اللي بدي الناس تقراه وتشوفه لحتى تتبرع لي؟ هل هو بيجذب الانتباه؟ هل انا تعلمت شيء جديد؟ دائما اسالوا هاي الاسئله كل شهر وشوفوا اذا بدكم تغيروا شيء بالمحتوى. التعديل النص بعد هذا الشيء في حال حسيتوا انه النص بحاجه لتعديل. ممكن تضيفوا صور يعني اكيد الصور ممكن تتغير مع الوقت كمان ممكن اخذتوا صور احلى ممكن فيديوهات تشرح اكثر عن اللي عم اللي بدكم تسعوا له يعني مو بس فيديو بالبدايه ودائما بشكل مستمر تواصلوا مع المشرف او المشرفه او على السلاك كمان برجع بذكركم على السلاك ممكن اي حدا يقول يا شباب انا حدثت الحمله تبعي وهذا الرابط بتمنى انه انتم تفوتوا تشوفوا وتخبروني اذا عندكم شي نصيحه او اذا في شي لاحظتوا بده تغيير يعني نحن شبكه موجوده بندعم بعض ونحاول انه نساعد بعض كمان بهذه الناحيه في حدا من الموجودين هلا بشار انه يكتب انه هو مساعد... مستعد يساعد بكتابه ايميل شكرا بشار في حدا من الموجودين بالاتصال حاليا آه عدل او عدلت الحمله تبع بعد اول مره يعني بعد ما نشرتوها على الموقع قمتوا بتعديل المحتوى تبعها احنا معنا حوالي 12 شخص كلكم تجديد ولا تعديل سهى تعديل يعني بعد ما نشرت ممكن بعد شهرين حدا رجع تواصل قال انه مثلا انا برايي بصراحه ما عاد بيهمني كنت بحب الموسيقى مثلا هلا انا بحب ركز اكثر على الرسم او تعلمت على اله جديده او طاوعت بمجموعه جديده يعني تفاصيل عن حياتكم انتم بتساعد على بناء هذا الشخصيه بناء هذا الحمله فيها هي هي مواضيع بهي البساطه ممكن تكون يعني خلصتوا فصل دراسي معين تعلمت اخذتوا تدريب محدد أم غيرتوا موقعكم ممكن تعلمتوا هواية جديدة أو موهبة جديدة يعني فكروا بكل هاي التفاصيل اللي ممكن تغني الحملة وممكن أحيانا شخص لأنه هذا بيركب كل الحملة هي بده شخص ينجذب للاهتمام لحتى يتبرع لكم ويحس أنه في نتيجة من التبرع لهذا الشخص فبما أنه ولا حدا من الأشخاص الموجودين طوروا الحملة بدي أطلب منكم من الأشخاص يلي نشروا الحملة مو الاشخاص يلي هلا عم اجداد الاشخاص يلي عندهم حملات بالاصل بعد هاي الجلسه بتمنى انه هذا الاسبوع تراجعوا الحمله تبعكم وانتم تسالوا حالكم اسئله إلى علاقه بهاي الحمله هل هي بتمثلكم حاليا او بدكم تغيروا شيء وخلينا نشوف كيف ممكن نتساعد لتطويرهم مين مين جاهز انه يعمل هذا الشيء حنان يمكن شفت رفعت ايدها تمام <applause> <applause> بدنا يكون فيها شوي هي تفاعل، الواحد لما يقول انا جاهز بصراحه او يلتزم بالموضوع انا عم بسال منشان نحن نلتزم مع بعض يعني وما تخ... يعني ما تخافوا تخ... او, أو تبت من هذا الالتزام يعني هو شيء كثير بسيط ولو غيرتوا سطر هو كثير منيح يعني بتمنى انه تفكروا بالموضوع وبعد هاي الجلسه تاخذوا رح نحط قائمه من الافعال يلي نحن لازم نعملها فهي وحده منها يلي هي تطوير الحملات <applause> انا بوعدك اول ما بس تنزل الحملة انا رح اصير اتابعها باذن الله تمام <applause> اسلام ورشيد <applause> الله يسلمك في حدا كمان اوكي نيفين كمان آه شكرا نيفين يلا هلا حنذكر كمان بعدين بتمنى انه الكل ياخذ هذا الموضوع بشكل جدي ونشوف شو اثره بعدين ثالث نقطه يلي هي مشاركه المدونات هلا ما بعرف اذا في اشخاص جداد ما بيعرفوا عن هذا الموضوع بس على ادسيد نحن كمان بننشر مدونات بيكتبوها الطلاب آه قرات انا مجموعه من المدونات آه اللي كتبت اخر فتره آه يعطيكم العافيه وطبعا كثير تطور الموضوع بشكل سريع وبشار كمان يعطيك العافيه انه نعم تتواصل مع الطلاب آه بس لاحظت انه اغلب اغلب هي المدونات هي عندها طابع إنشائي يعني بتحكي عن موضوع شعري أو أو موضوع حدث صار معين أو اهتمام بموضوع ما إله علاقة بشكل مباشر بالحملة نحن بدنا نفكر دائما شلون ممكن نطور ومثل ما أنا مكتوب حاليا انتشار تحسين انتشار الحملة شلون ممكن نطور الحملة وشلون ممكن ندعمها فهذه المدونات هي حلوة لتطور مهارات الكتابة بس لازم نفكر كيف ممكن هاي المدونات نربطها بالحملة سوري مثلا يعني انت شخص عم يدرس صيدله او ادب انجليزي او هندسه طاقم او طب علوم سياسيه هاي الاشخاص اللي ذكروا من الاشخاص الموجودين بالاتصال اذا بتفكروا بمواضيع بحثيه اكثر او مرتبطه بموضوع الحمله تبعكم مشان يصير الشخص كمان لانه هاي بتنزل تحت صفحه الحمله تبعكم فبصير الشخص لما بينزل ويشوف الحمله تبعكم يشوف انه انتم عم تعملوا ابحاث او عم تكتبوا مواضيع فانتم عم تشتغلوا على تطوير حالكم كمان أه واشخاص جديين بالتطور فممكن تكتبوا قصص الى طابع علمي اكثر او بحثي اكثر له صله بهذا الاختصاص أه او انه ممكن يرتبط بموضوع له صله بشخصيتكم يعني في اشخاص انا قرات بالحملات بيكتبوا انه في صبيه من غزه كانت كاتبه انه هي بتهتم بالدبكه مثلا فممكن تكتب عن الدبكه لانه هو بشكل ما مرتبط باللي حكته هي أه ممكن حدا بيحب الطبخ يكتب عن الطبخ بس اقراوا الحمله تبعكم شوفوا شو في كلمات مفتاحيه بالحمله يعني سواء كان هوايات او او المكان او الاختصاص واكتبوا مواضيع مدونات الى علاقه بحملتكم وإلى علاقه بشخصكم انتم اكثر من انه مواضيع عامه في حدا عنده اي تفاعل عن الموضوع او حدا كتب مدونات شبه يوميات آه مم هلا انا شفت المدونات اللي عم تنشر هي شبه يوميات او او فيها تفاعل هيك آه سوري شبه موضوع انشائيه ممكن تكتبي يوميات إلا اذا كان هذا الشيء مرتبط بالحمله يعني اذا انت مثلا متطوعه مع برنامج معين مكتبي ممكن تكتبي مدونه عن هذا البرنامج شو عملتوا الاسبوع الماضي آه شو مع مين تفاعلتوا هذا الشيء ممكن ينكتب له آه علاقه بالحمله ضمن المدونة نفسها يفضل أنه تضيفوا روابط إلى علاقة بالموضوع يعني إذا عم نكتب عن موضوع علمي وذكرنا كلمة أو تفصيل معين نحط رابط للأشخاص يقرأوا عن هذا الشيء هذا الشيء بيعزز كمان المدونة بيخليها غنية أكثر واستخدموا كلمات مفتاحية يعني مثلاً لما عم نكتب موضوع عن الزراعة نستخدم كتير كلمات إلى علاقة بالموضوع لما نكتب موضوع عن الطب نستخدم كلمات مفتاحية كمان هذا الشيء بيساعد أنه الحملة يزيد وصولها وانتشارها لشكل أكثر لناس أكثر وبيساعد جوجل أنه أنتوا يزيد احتمال أنه تطلع بالبدايات فكروا كمان بالمدونة كوسيلة لوصولكم لأشخاص ممكن يدعموكم فكل ما انتشرت المدونة وقرأ أشخاص أكثر ممكن يصيروا يهتموا أنه مين هذا اللي كتب هاي المدونة بدنا نعرف عنه أكتر ويفوتوا على الحملة تبعكم. في حدا عنده أي سؤال أو في حدا عنده تجربة مع المدونات يلي كتبها؟ حدا إجاة تفاعل معين مع المدونات يلي كتبها حالياً؟ كم أه كم حدا من الاشخاص اللي معنا اليوم كتبوا مدونات على اتسي؟ أنا عندك خديجه وبشار رافعين ايدهم ما بعرف اذا أه, اه ما ظهر عندي سوري يا بشار انا عندي اضافه ليش مثلا انا مثلا مهتم بالتكنولوجيا فبعد جلسه السايبر سكيورتي كتبت مدونه فورا عملت لها ملخص ما في داعي مثلا ابحث على الانترنت فورا عملت لها ملخص ونزلتها كمدونه فممكن هذا الشيء انه بيساعدنا ما بتاخذ وقت ممكن يعني خمس دقائق لو كل شخص مثلا بعد كل جلسه من جلسات الـ اي بي كتب مدونه ونحن بننشرهم يعني سوها الله يعطيها العافيه بتنشرهم على مواقع التواصل فهذول الاشخاص اللي بيجوا بيعطوا ويبينار مشتركين بالصفحات فممكن انت لما تكتب عنه لهالشخص انه اخذت ويبينار يعجب هالشيء ويدخل يتبرع لك لحملتك فهالشيء بيساعد كثير يعني انا هاي اول مره بعملها اكتب مثلا عن جلسه ويبينار بس انه شفت هالشيء ممكن يساعدني شكراً شكراً بشار طبعاً هاي فكرة كمان ممكن خديجة أنا عندي سؤال المدونة إجباري تكون كتيبة يعني أنا ما بقدر أعملها مثلاً فيديو أو صورة لا في 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 بلوك إحنا عندنا كمان مدونات مكتوبة وفي فيديوهات عكس الفيديوهات هي كمان لها انتشار واسع فيعني بس تشتغلي على فيديوهات هذا الشيء بيدعم أوكي يعني. يو <applause> حنان يمكن كنت رافعة إيدك؟ لا بالغلط. أوكي. <applause> طيب. هلا كمان بدنا نعمل طلب بعد هيدا الجلسة إنه الأشخاص يكتبوا مدونات إلى علاقة بالحملة. يعني بشكل ما مثل ما حكينا. وإذا عندكم كمان أسئلة ممكن نعمل عصب ذهني على السلاك. يعني ممكن شخص يقول يا جماعة كمان هاي الحملة تبعي. وانا عم فكر اكتب عن المواضيع الفلانيه هل برايكم هذا الشيء منيح يعني تخلونا نتواصل مع بعض كمان لحتى نقدر ندعم بعض بهي الناحيه فاذا لا تخجلوا من الاسئله اي حدا عنده اي سؤال او اي شيء له علاقه بالتطوير الحملات ممكن نتفاعل مع بعض فمين ممكن يقول لي انه حيلتزم بانه نكتب ما ضروري هذا الاسبوع بين الاسبوع القادم بين نهايه الاسبوع والاسبوع القادم انه تكتبوا حمله مدونه لها علاقه بالحمله كمان حنان شفت رفع ايده حنان حك... كتبت انه انت على تطوير الحملات وعلى المدونة ان شاء الله نكون قادرين انه نلتزم على هذا الشيء و ما بعرف اذا في حدا تاني رفع ايده وما شفته في رشيد ومريم آه خديجة آه آمنة حلو يعطيكم العافية بشار ممتاز <متصف> طيب بس بدي اعطي هادي. بدي اعطي مثال صغير بسرعه على على مدونه كتبها بـ بـ بيان ما أنا موجود معنا الآن بس كتب عن لعبة الفوتبول بالشام وأنه كيف هي يعني شو اسمها يعني هواية الأولاد بيلعبوا بالشارع وهيك كتير كان بسيط بس كتير حلو معبر المدونة فا اختي اللي ساكنه هون بـ بـ بامريكا وعندها اولاد بـ بـ بعمر صغير قريتها لاولادها لحتى تورجيهم قديش فرق الـ الـ كيف لعبه الفوتبول ببلاد شغف لهم للشباب وكيف هون بامريكا كيف مثل جزء من برنامج دراسي وعم تفسر لهم انه ليش كثير من العالم عم كثير احسن بلعب الفوتبول من امريكا لانه هون ما عندهم اياها كشغف فيعني هذا دليل انه القصص عم توصل وعم تنتشر هون عادة نشره وبعتتها لكثير من اصدقاء اللي عندهم اولاد بيلعبوا فوتبول فكتير كتير يعني مهم اي شيء تذكروه عن حياتكم وطريقه معيشتكم إله وقع واثر هون ونحن عم عم نحب نرجع ننشره على مواقعنا فكتير يعني بهتم انه تكتبوا واذا اسهل عليكم تكتبوا بالعربي ومنترجم لكم كمان هذا وارد تماما كنت بدي اذكر كمان انه لا تخلو عائق اللغه سواء كان على السوشيال ميديا او ما كان يوقفكم والمدونات ممكن تنشر بالعربي والانجليزي يعني كمان انتم ممكن تكتبوا المدونه بالعربي نصححها شوي نكتب ننشرها بالانجليزي وبالعربي كمان تذكر نشرنا هيك شيء بشار كان كاتب شيء نشرناه بالانجليزي والعربي بنفس الوقت فاذا بتحبوا كمان اشخاص محيطين فيكم يقرؤون اكثر بالعربي كمان ممكن هننتقل حاليا بس منشان الوقت للنقطه اللي بعدها هلا هاي النقطة هي نقطة عامة شوي بس كمان وبعرف إنه ممكن تكون تكرار بس التعلم من الجلسات يعني يلي بلشوا حملات مع في اي او بي صار لهم فتره بيعرفوا انه في دائما جلسات اسبوعيه ممكن تكون متنوعه عن مواضيع كتير برأيي التعلم هو شيء كتير مهم حتى نحن نطور حالنا والفرصة اللي عم تقدمها أدسيد يعني أنا كمتطوعة جديدة كمان بلشت عم شوف في كتير شيء غني من مواضيع كتير مختلفة من الكتابة للتكنولوجيا لتعلم للتعلم التصوير احيانا ممكن الطبخ في كثير مواضيع مختلفه هذا الشيء يعني بيغنينا نحن كاشخاص كيف ممكن نتطور فبرايي هاي الجلسات لازم نحن نحاول نستغل كيف بشكل دوري كيف ممكن نتطور وكيف ممكن تساعدنا هاي الجلسات لحتى سوري بس عمر كمان كان يكتب يعطيك العافيه، كيف ممكن نحن نستغل, نستغل هاي الجلسات لحتى نحن كمان نتعلم ونتطور وندعم حملاتنا للاستمرار، يعني كلياتنا طلاب وبالتالي يعني هو جيل شباب وتعلم وتطوير فهي الفرصه كثير حلوه. فقد ما بتقدروا استغلوا هاي الفرصه لحتى تتعلموا بشكل مستمر حاولوا انه يكون في تفاعل يعني مثلا هاي الجلسه هي جلسه عن حملات عن عن كيف ممكن نتطور ونتعلم في نسبه تفاعل منيحه بس ممكن تكون اكثر يعني ما تخجلوا من التفاعل رفع الايدين كتابه تعليقات كل ما طورنا تفاعلنا مع بعض بشكل احسن هذا الشيء بيفيدكم انتم كافراد بفيدكم للحملة بفيدكم بالحياة يعني كأشخاص بالتواصل مع المحيط فبرأيي كمان حاولوا قد ما بتقدروا تستخدموا هاي المنصات للتفاعل يعني قد ما بتقدروا تسألوا أسئلة الأسئلة ما حدا يخجل إذا عندك سؤال اثنين ثلاثة اكتبهم تشاركهم خلال الجلسات وبعد الجلسة يعني أنا دائما بحاول أعمل هذا الشيء بجلسات قدسي وبجلسات تانية لما أشوف المتحدث أو المتحدثة في شيء مثلا مهم بالنسبة إلي برجع بشوف وين هني على وسائل التواصل الاجتماعية وبتابعهم لحتى يضل عم بقدر يجيني تحديثات عن شو ممكن ينشروا ممكن يهم كمان تواصلوا مع المشرف أو المشرفة تبعكم بشكل دوري لا خلال الجلسه يعني اذا انتم عرفانين انه جايين على جلسه معينه بجوز عندكم اسئله او او استفسار عن الجلسه قبل او بعد ممكن تتواصلوا مع المشرف كمان عنا فالجلسه ما بتخلص مع انتهاء يعني حتى لما تخلص الجلسه تذكروا انه انتم فيكم لسه تتواصلوا مع الشخص او ممكن تسالوا مشرف او المشرفه عن طريق التواصل معهم ممكن يكون عندكم اسئله بعد الجلسه اكثر يعني احيانا الشخص ضمن اللحظه ما بيعرف شو بده يحكي او ما بيكون عندك فكره شو بدك تتفاعلي مع الموضوع بعدها ممكن تخطر لكم افكار معينه، حتى بعد الجلسات نحن ممكن نتناقش ونتفاعل عن الموضوع. وعم برجع اذكركم انه تستخدموا سلاك لحتى تشاركوا الاسئله والافكار، يعني ممكن حدا بس بعد الجلسه يكتب انا اليوم حضرت الجلسه الفلانيه وتعلمت هدول الشغلتين. او انا اليوم حضرت الجلسه وبصراحه ما فهمت شيء، يعني ممكن حدا يكتب انه انا هاي الجلسة وبتمنى لو إنه كان في وقت أكثر أو بتمنى لو أعطيتوني وقت أكثر لأتفاعل يعني كمان أنتم بتساعدوا أدسيد وبتساعدونا في آي بي إنه شلون ممكن نحن نطور هاي الجلسات لتصير مفيدة لكم أكثر هي هاي الجلسات هدفها بالأخير إنه تدعمكم وتساعدكم فإذا ما كان في رد فعل دائما الرد فعل هو كثير أو الفيدباك كثير بيساعد فإذا ما كان في فيدباك من طرفكم نحن ما حنقدر نعرف أي جلسات ممكن حنضل جلسات حسب نحن شو بنفكر فيفضل انه كمان تعطوا رد فعل اكثر على السلاك في حدا عنده او اذا بتحبوا تخبروني على الشات حاليا بشكل تقريبي كم جلسه بادسي حضرتوا لهلا او ممكن تقولوا اكثر من خمسه اكثر من عشره ما بعرف بشكل تقريبي يعني أنا حضرت لهلا حوالي بظن اقل شيء سبع جلسات في عنا أربعة بشار ما ما بفوت ولا جلسة نيفين آه. عندها سؤال آه. آه عفوا بس بدي اسال سؤال هلا آه في عدد من الجلسات ما بعرف اذا انا كنت عم بفهم غلط بس اني مخصصين لفئه معينه من الطلاب مثلا مثل جلسه الأربعة اللي كانت عن السايبر سكيورتي يعني انا اذا بدي احضرها هي مفتوحه هلا نيفين هي مفتوحه للكل وفي يعني هن عم بيجربوا يعملوها عامه بشكل انه طالب سنه اولى هندسه او سنه خامسه عم يفهمها وكمان فيها نصائح لاشخاص خارج الـ الـ هذا المجال اذا عندهم اهتمام فيها فممكن انه تستفيدي وتختاري انت المواضيع اللي بتحبيها ولا بتهمك من التكنولوجيا ما انك ملزمه انك تحضريها كلها نفس الوقت اذا انت عندك مواضيع مهتمه فيها وحابه انه نحن نلاقي ناس آه يحكوا عنها يعني هيك بدت التيك توكس فلنقول انت مثلا مهتمه تعرفي عن تكنولوجيا بتستخدم بالطبابه بامريكا ممكن انه نحنا نلاقي اشخاص تحكي بهيك مواضيع اذا عندك اهتمام فيها في كثير اطباء هون حوالينا بالكوميونتي مهتمين انه يساعدوا من ناحيه تدريبيه وتعليميه و... و... ونشر وعي كمان اها <تكلم> ثانك العفو يا هلا شكرا كثير يعني عم شوف انه اغلب الاشخاص حضروا كثير جلسات يعني في على الاقل اقل شيء هن اربع جلسات فهذا الشيء يعني كثير حلو وكمان بس نفس الوقت نحن لازم دائما نستغل هاي الجلسات لانه نسال حالنا شو تعلمنا آه شو شو اخذنا من هاي الجلسه آه شو تغير فيني انا مثلا فيكم تفكروا كمان انه انتم كاشخاص موجودين يعني بتسيد حاليا بهي الشبكه إذا عندكم معرفة معينة أو موضوع حابين أن تشاركوه كمان مو غلط تسألوا إذا أنتو حابين أنتو تقدموا جلسة يعني هذا الشيء بساعدكم طبعاً صححي لي راما إذا عم بحكي شي غلط بس أنا حسب معرفتي إذا أنت عندك كمان موضوع معين فيك تعمل جلسة لتشاركوها مع الطلاب فهذا الشيء بساعدكم أنه تطوروا مهارات التقديم بساعدكم إنو تحسنوا مهارات التواصل ممكن يساعد الحملة نفسها لما يشوفوا فيديو أنه هذا الشخص مو بس طالب يعني كمان انت عم تساعد غيرك من الطلاب بمواضيع معينه. هي بالنسبه للحملات، شكرا على تفاعلكم كمان مع الموضوع، هلا اخر وحده يلي هي نحن نتفاعل مع بعض، اخر نقطه بدنا نحكي فيها يلي انه انا كثير عم ركز اليوم على موضوع التفاعل لانه كثير ممكن يساعدنا ولانه مثل ما حكيت راما كمان للاسف هو شيء واضح وبنقول انه حنعمله بس مانه عن جد فعال. فكتير بدي احاول انه اذا بنطلع من هاي الجلسه باربع خمس خطوات كلياتنا نحاول نشتغل عليهم بكون ممتاز فحاولوا انه تتفاعلوا ضمن الشبكه شلون يعني؟ يعني نحن نشوف صفحات السيد على السوشيال ميديا نتفاعل مع يعني انت كمان احيانا مو بس حملاتنا نحن نتفاعل مع حملات الطلاب الثانيين كمان انتم يعني لايك على الحمله على صفحات التواصل في اكثر من 20 طالب يعني لما لما بنتفاعل مع حملات بعض بنساعد بعض بانتشار الحملات لانه كمان لما تنتشر الصفحات السوشيال ميديا تبع اتسيد حتنتشر حملتكم بالنهايه كمان شاركوا اسئله كثير اسالوا يعني قد ما بدكم اسالوا على السلاك يعني سواء كان بالنسبه للايميل معين حضروا آه. الموضوع بدكم تطوروا الحملة تبعكم في موضوع معين معارفين شلون حضرتوا جلسة وكان عندكم أسئلة عنا يعني دايما اسألوا لأنه مجال الأسئلة بيطورنا مع بعض بخلينا الأشخاص كمان خليكم تتعلموا أكثر شفت حدا عم يكتب حنان انه جلسه جلسات الانسه جمانة الجابري ما كان لها علاقه بتخصص دراسي كانت جلسات تفتح الاذهان وبتعطي طاقه وقوه وثقه يعطيك العافيه صح في جلسات ما ضروري تكون تعليمية أو 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 عم نضيف شيء يعني ممكن بس تحاول إنه توسع أنا ما بتخيل مثلا إنه اليوم بهي الجلسة إنه ضفت شيء خارق لمعرفتكم يعني عم بحكي شيء واضح يمكن مثل ما حكيت ومعروف بس الفرق إنه نحن لازم ناخذ بعد فعل يعني أوكي هذا الشيء معروف بس شو الفعل اللي بدنا نعمله؟ وهذا الشيء اذا بتحبه يعني انا هذا الاختصاص اكثر وهذا الشيء انا كثير بحبه هو التنظيم والتنسيق الداخلي وترتيب فدائما بحب يعني بعد كل شغله حط نقط افعال انا خلصت هذا الشيء بدي اعمل واحد اثنين ثلاثه فهذا بدنا نحاول نعمله اليوم بعد الجلسه حاولوا تتواصلوا مع الفريق مثل ما حكينا وتتطوعوا اذا بدكم يعني فيكم تتطوعوا مع بعض هلا انا مثلا عم حضر بوستات وانشرها لإتسيد على السوشيال ميديا انا كثير بحاجه لاشخاص يتطوعوا معي بشيء بسيط احيانا يعطوني اقتراحات لبوستات يساعدوني باني الاقي صور مناسبه هن يشتغلوا على المحتوى معي فاذا حدا منكم مهتم مثلا بالتطوع بتطوير السوشيال ال ال ميديا في فينا نتواصل ونحكي مع بعض هلا خلصت تقريبا النقط العامه أه بدي اذكر بس باربع شغلات قبل ما نبلش الاسئله اللي عندكم انه حكينا اليوم انه بدنا نصير بعد هاي الجلسه نتفاعل على السوشيال ميديا على ادسيد سوشيال ميديا وعلى السوشيال ميديا الخاصه فيكم بدنا نطور الحملات يعني هنا ثلاث شغلات بصراحه اربع بدنا نطور الحملات الخاصه فينا على الموقع نكتب مدونات مرتبطه بالحمله ونتواصل ونتفاعل مع بعض مع اتش و ونتعلم بشكل مستمر ومباشر أه هلا رح اعطيكم انتم مجال اي حدا رافع ايده او بحب يشاركنا ممكن اذا عندكم اسئله او حتى اذا عندكم تعليق يعني فيكم تخبروني هل كانت هاي الجلسه بالنسبه لكم بتساعدكم او ضافت شيء هل هل عندكم اي اسئله او هل حابين انه نحكي بموضوع يمكن خديجه عندها سؤال بس انا بدي اعمل تعليق بسيط انه كل هاي المهارات اللي عم تحكيكم عنها سهى بتساعدكم بحياتكم العمليه ان كنتوا بدكم تشتغلوا اطباء ولا مهندسين ما في حدا هلا ما عم بيحتاج انه يكون متواجد على المواقع الاجتماعيه ويكون عنده تواجد مهني وليس فقط بس شخصي يعني الأطباء عندهم إنستغرام وبيكتبوا عن عملياتهم وبيصوروا صور لعملياتهم والمهندسين عندهم الأحاديث اللي بيعملوها على لينكد إن ويعني الأبديتس على على شغلهم فشو ما كان مجالكم هذا جزء كتير مهم تدربوا هلا لحتى لما توصلوا لسوق العمل تكونوا جاهزين بهالمهارات وما تتكركبوا وقتها فبس حبيت ضيف هاي الاضافه وشغله تانية انه انه اعتبروا انه الحملات تبعكم او تواجدكم على اد سيد هو تواجد مهني ممكن تستخدموه كمرجع لما تقدموا على وظائف لانه كتير طريقه عرضه وطريقه سردكم لقصصكم يعني بتورجي قديش انتم عندكم كفاءات ومهارات وهذا شغل يعني هذا الشيء حكوا يا الشباب اللي تخرجوا واللي هل... اللي استخدموا آه ال... ال... تواجدهم على ادسيد كمرجع ل... لما قدموا على وظائف خديجه عندها سؤال تفضلي أنا بدي أسأل بس كرمال الإيميل اللي حاطته أنا على المنصة كتير عم واجه صعوبه فيه لان عم بنسى نسيان الباسورد تبعه فاذا في غيره بقدر او ما في غير الايميل بلا بتقدري بس ابعتي سبورت تيكت وقولي له لانا لك اوكي يعني. okay. شكرا في اي حدا تاني عنده سؤال؟ <applause> كتبت انا كمان اذا عندكم سؤال اذا عندكم ملاحظه اذا عندكم فيدباك او شيء بتحبوا تضيفوا تقيموا فيه الجلسه شكرا كثير والله شكرا انسه سهى وشكرا لكم جميعا بدي اسال بس بمناسبه شلون هلا انا بدي كمل بالضبط على جزئيه تقييم المقاطع الفيديو اللي حملتها انا الصراحه حاسس انه يمكن انا هل سويت يعني العمليه بشكل خاطئ انا حملتهم على درايف ومستعد مثلا أحد لو يتواصل معي او انا اتواصل مع حدا انه يدقق لي اياهم انا هيك يمكن متذكر كانت الخطوه تمام هلا هلا هي سيده رشا هي اللي مستلمه اكثر شيء امور الطلاب وهي اللي بدها تتواصل معك هذا الاسبوع ما كانت موجوده معنا لظرف خاص بس بس ابتداء من الاسبوع الجاي اكيد بتوصل لحملتك يمكن كانت عم تعملهم بالتتابع لانه كان عندنا مجموعه لا باس فيها الاسبوع الماضي فهي رح تتواصل معك وتخبرك شو الخطوه القادمه. اها لانه انا تواصلت معها على الايميل وهي ما ردت انا بعثت لها اللينك تبع المقاطع فيمكن هي لانها مشغوله. بالضبط يعني إذا هذا الأسبوع جربت أتواصل معها هي من الجمعة الماضية ما كانت موجودة بس الأسبوع القادم إن شاء الله بتكون تمام طب بالنسبة للشانل تبع سلاك وين يمكن اسمها أو كذا ولا شلون أوكي أكيد يمكن هو بس ينطلق الكامبين مو ببعثوا بشار عزيمه ولا بس يوقع الكونتراكت ماني متذكره بس اذا فيك تابع بشار انت مع لو سمحت آآ آآ رشيد لا أكرمني راح اعطيك ايميلي أ... رشيد تواصل معي آه تمام بعث لك ايميل تمام شكرا لك كمان راح اكتب انا ايميلي الخاص ب اتزيد بي في اي بي ممكن تتواصلوا معي عليه كمان بشار اذا بدك تحط ايميلك هون يعني اذا بدكم انتم تتشاركوا كمان شيء معين انه ملاحظ ايميلاتكم او صفحات الفيسبوك شكراً هلا عم شوف تقييم انه حطيت انه الجلسه ممتازه بس بتمنى انه حنرجع بعدين حابعت ايميل يعني تذكير نحط فيه هاي البرزنتيشن وتذكير بالاكشنز اللي قلنا انه بدنا نلتزم فيهم يعني عن جد بتمنى انه تفكروا كثير بالموضوع ما بياخذ منكم كثير وقت في اي بي فاند واد سيد هن عن جد شبكات بيفتحوا مجال للاشخاص يتعلموا يتطوروا بيعطوكم مجال تعملوا يعني شيء خارج عن نطاق محدد وبس هو انك تفتح وتعمل حمله وتجمع مصاري، في مجال تطوير وتعليم لالك كشخص او لالك كشخصه، في في مجال انه نحن نتعلم ونتطور، في مجال انك تبني مهارات، في مجال تبني شبكات، فخلينا نستغل كل هذا الشيء، وفي مرونه كثير كبيره من الاشخاص المؤسسين لهذا الموقع والشبكه، فقد ما بتقدروا هي فرصه بنستغلها مع بعض، وهي موجوده لدعم الشباب الموجودين حاليا. فهي لكم يعني هي الشبكه موجودة لهذا الهدف استغلوا هذا الشيء وقد ما بتستثمروا فيه قد ما بيجيكم يعني انت قد ما بتكون عم تستثمر بالموضوع قد ما رح يجي وشكرا كثير لكل الشباب والصبايا اللي حضروا اليوم انا كثير انبسطت كمان انه تعرفت عليكم بشكل مباشر وهي بدايه يعني نحن ما ان شاء الله ما حتكون هي اخر جلسه ولا اخر تفاعل شكرا كمان بشار شكرا رامو <تكلم> يا شكرا لك سهى على كل شيء عطيتي قدمتي يعطيك العافيه الى اللقاء جميعا شكرا جميعا يعطيكم العافيه جميعا عسناً.